يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا رياضه التنس من الرياضات الجميله جدا والراقيه جدا، بيطلق عليها لقب رياضه الملوك والامراء. طبعا رياضه بتحتاج لمهاره وقوه ولياقه بدنيه عاليه جدا، ودايما ليها متابعين كتير جدا في مختلف انحاء العالم. هنتكلم اكتر عن هذه الرياضه مع بطلتنا نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر في التنس، داليا شريف. صباح الفل عليكي ومنورانا، اهلا بيكي. يا صباح الخير عليك يا داليا، ورانا فعلا زي ما كريم قال، وبنحب دايما كده ان احنا نستضيف ابطالنا في رياضات مختلفه، والنهارده بنتكلم تحديدا عن التنس. هنبدا معاكي طبعا بالاسئله اللي هي الناس كلها تبقى عايزه تعرفها. ابتديتي وانت سن كام سنه تقريبا، وابتديتي تحققي كمان بطولات لما ابتديتي كام سنه او بعدها بكام سنه؟ ابتديت تنس وانا عندي 5 سنين، وفي تنس في بطولات من اول 8 سنين، بس انا ما كنتش بنزلها. بدات وانا اخد بطولات انا عندي 10 سنين، وكنت الاولى على سني في 12 و14 و16 و18 سنه، لحد ما بقى دلوقتي انا في جامعه في امريكا عندي سكولرشيب، فانا بلعب تنس وبدرس في امريكا. احنا عارفين ان انت واختك ميار انتوا الاثنين محترفات تنس، ومع البدايات المبكره قوي زي ما انت بتقولي من اول سن 5 سنين، اكيد الاهل ليهم دور كبير دايما، يعني خلوك تبتدي من سن صغيره بالشكل ده. احنا 4 اخوات، احنا اللي بنلعب تنس، وحتى اختي الكبيره بس يعني. واختي الكبيره برضو في المنتخب، هي وماير بيلعبوا فات كاب اللي في منتخب مصر، يعني كلنا. لا ده كده مش اسره عاديه، ده مصنع ابطال. اكيد ليهم دور كبير جدا في حياتكم في الاربعه بطبيعه. انا اصلا حبيت التنس عشان انا كنت دايما وانا صغيره مع اخواتي الكبار في الملعب بلم لهم الكور وساعدهم، يعني بدات من هنا. ومامتي وبابايا يعني بيحبوا اللعبه قوي، فهم اللي شجعونا الصراحه. طب انت مطالعه على اللعبه عالميا، يعني اكيد دلوقتي انت بتتكلمي انت بتلعبي تنس وبتدرسي في امريكا، لعبتي في النادي الاهلي بدايه، طيب كنت مطالعه على التنس عالميا؟ مين اكتر مثلا لاعبه، هتكلم هنا على السيدات، اللي انت بتحسيها فعلا الستايل بتاعها الى حد ما بتحبيه؟ فهي اختي. اختك. طب وعالميا لو هنتكلم مثلا من الناس اللي سيرينا ويليامز. سيرينا ويليامز، اوكي. طب انت دلوقتي في مرحله دراسه بطبيعه الحال اكيد. طب بتوفقي ازاي ما بين التفوق في الرياضه، مش مجرد ممارستك ليها ده انت متفوقه فيها، وبين الدراسه والالتزامات والدروس والامتحانات والنوع ده من الامور؟ والله هو الموضوع صعب يعني، بس عشان انا كمان في ثانويه عامه كنت باخد دروسي كلها في البيت ولعبت كل البطولات، هو الموضوع مش سهل خالص، بس يعني اللي هو بس انا مش متفوقه قوي في الدراسه، بس اللي هو انا ولا فاشله، انا اللي هو عاديه. عملتي ايه طب في الثانويه العامه بالمناسبه؟ جبت 85. حلوي 85 زي الفل. اي جي ولا كنت ادبي؟ لا ادبي عادي، وكمان كنت باخد دروس سات ساعتها عشان كان لازم تسافري امريكا تاخدي سات، ونجحت فيه يعني من اول مره. طب حلو. بصي احنا دايما بنقول ان البطل او الشخص الناجح في حاجه بيبقى ناجح في كل حاجه، فيعني طبيعي او احنا بنتمنى طبعا ان كمان ابطالنا واللي بيجوا لنا هنا يكونوا مش بس ابطال في الرياضه، كمان في حياتهم العمليه او الدراسه. طيب ناويه على ايه؟ يعني دلوقتي في امريكا عندك سكولرشيب، هتخلصي، هل هترجعي هنا ولا عايزه تحترفي في الخارج؟ لا انا ان شاء الله هحترف في الخارج. ده البلان لحد دلوقتي او دي البلان؟ انا فاضل لي ان شاء الله 2 سنين في الجامعه، وبعدين ان شاء الله يعني انا احترف في التنس. ما كانش في اي عصلجه عائليه؟ لا خالص. يعني انت قدامهم في البيت وفي التمرين وفي كل، بس فكره ان انت تروحي امريكا ممكن يتخوفوا شويه؟ لا مامتي يعني ما صدقت والله. عايزين يخلصوا منك ولا ايه الحكايه؟ بعدين هم اتعودوا، عشان اخواتي الكبار عملوا نفس الحاجه، يعني راحوا ودرسوا في امريكا، ودلوقتي واحده بتشتغل هنا في مصر وميار قاعده في اسبانيا بتلعب تنس. اوكي جميل. احكي لنا عن بطولات كده دخلتيها مع النادي الاهلي، عايزين نسمع منك. هو احلى حاجه في النادي الاهلي بصراحه الدوري، يعني عشان النادي الاهلي عنده حاجه مش موجوده في اي نادي، اللي هي الروح بتاعه النادي بتاعتنا والتيم، احنا يعني فاميلي واحده كده. والجمهور دي معروفين بيها خالص. بس وانا بنزل، ما انا بنزل بكل، يعني انا قعدت طول عمري في النادي الاهلي الا سنه واحده رحت فيها نادي السيد، بس يعني النادي الاهلي صراحه ما فيش زي غير. بالمناسبه ايه اكتر الحاجات اللي اتعلمتيها من النادي الاهلي، او شايفه ان فيكي ايه من شخصيه النادي بشكل عام؟ طبع عليكي بايه يعني؟ حاسه الروح واللي هو الانتماء، عشان في الدوري في روح مش طبيعيه، ويعني اللي هو علمني عامه ان انا اكون منتميه لاي مكان انا بلعب فيه. دي بقى صور كده، عرفينا شويه، دول اسرتك؟ دول اخواتك. وفين الصور دي؟ دي فين؟
دي في أمريكا، دي أختي، دي صغيرة، ده أصحابي في الجامعة، دي مامتي وأختي ميار. جميل. ده حد من أسرتك كان يعني الأب أو الأم كانوا رياضيين برضو زمان ولا بس أنتوا؟ لا مامتي بس كانت تلعب كده يعني اللي هو فور فن. دي برضو في أمريكا؟ اه دي في الجامعة بتاع يعني أنا كنت في جامعة في لويزيانا بس غيرتها وراحة الجامعة اللي كانوا أخواتي فيها في كاليفورنيا. أنت بقالك قد إيه في أمريكا؟ بقالي سمستر ونص. أوكي يعني فترة الحظر والتوقف كنت موجودة في أمريكا وقتها؟ لا ده أنا جيت على آخر طائرة جاية مصر قبل ما طائرة آخر طائرة جبت التوقف في مصر بقى. طب وإلى أي درجة الموضوع ده أثر عليكي؟ وبعدين فكرة إن البيت فيه بطلات تنس، يعني في رياضات الواحد لما يعني بيتوقف عن التمرين التمرين فيها بشكل منظم يعني ممكن في مساحة إن هو يمارس الرياضة دي في البيت مثلا او في وسعايه كده، في حاله التنس بتعملوا ايه؟ والله يعني كنت بنزل اجري مع اخواتي هنا في الزمالك بس عامه التمرين يعني ما اخدش فتره كبيره عشان يرجع. انا بتمرن برضو في زد في اكاديمي في اكتوبر، فالتمرين يعني بعدين بتهيالي طبيعه الرياضه دي كده كده في تباعد ما بينك وما بين اللعيبه المنافسه يعني يعني كل واحد في ناحيه، فمش مش محتاج اقرب من حد يعني. طب بكلمينا بقى عن طموحك يعني الفترة اللي جاية غير ان انت تحترفي في الخارج على المستوى كمان العملي، عايزين نعرف انت كبطلة يعني من بطلات التنس كمان هتكلم بطلة اهلاوية يعني ده الاساس، ان هو ده الاساس دي حقيقة. داليا شايفة نفسها ازاي بعد كده؟ هو انا ميجر بتاعي اكاونتنج وبس الصراحة ان كل اللي في دماغي التنس يعني مش حاسة اني يعني انا مش بفكر ان انا اشتغل بالميجر بتاعي دلوقتي الا بقى لا قدر الله بقى لو بطلت تنس او حصل اصابة او اي حاجة، بس انا يعني حتى ان انا لو ما نجحتش ان انا ابقى بروفيشنال بلاير ان انا عايزة امرن. بس ده بيبقى ليها مدرسة بتهيألي يعني في مدارس او جامعات للتنس ان انت ممكن مثلا كلاعب بعد كده تدرس عشان لو انت عايز تدرب، يعني دي اوريدي موجودة في امريكا، ما فكرتيش تلتحقي مثلا بجامعات زي كده؟ لا هو صراحه ما عنديش اي وقت التمرين. يعني عاجبني الصراحه. يعني انا بتمرن كتير قوي في امريكا بصراحه بيموتونا يعني والدراسه كمان، وانا اصلا ما بحبش الصراحه المذاكره. بس برضه صحيحه جدا على فكره. بس ملهاش حل بعدين خلاص قطعتي فيها شوط، لازم يعني تصرفي نفسك باي طريقه. هناك صراحه لازم تبقى الاثنين مع بعض، يعني انت لو مثلا جبت درجات وحشه بيخرجوك من التيم فتره ما بتتمرنش لحد ما الجريدز بتاعتك تطلع تاني. طبعا فلازم طب انت عشان توصلي للمستوى المتميز اللي انت وصلتي له يعني اكيد خضتي العشرات بل المئات من المباريات، فانا عايز اسالك ايه المباراه اللي كانت فعلا هي الاصعب بالنسبه لك، مباراه الاصعب وفي نفس الوقت البطوله بشكل عام اللي اشتركتي فيها وكانت مليانه تفاصيل ما تتنسيش؟ في بطوله في افريقيا 18 سنه كان كنت دي دبلز كنت بلعب مع واحده يعني وكان وكسبنا البطوله، كنا داون فيرست سيت وسكند سيت 4-1 وكسبنا، وهي كمان كانت ثانويه عامه واخدت 4%، فدي كانت حاجه يعني طبعا هو الحافز الرياضي. طب داليا على المستوى الدولي لو هنتكلم مصر فين واصله في التنس سيدات؟ والله هو يعني اختي اول واحده تقريبا تروح هي اول واحده تروح الاولمبيكس عامه في لعب التنس السيدات في مصر، وهي اعلى رانكينج دلوقتي، وهي صراحه يعني انا اللي خلاني كمان اتشجع على الموضوع بروفيشنال ده هي صراحه، حاسه ان هي ادتني امل كده اللي هو في حد طلع من مصر بيعمل حاجه، وهي دلوقتي رانكها 150 تقريبا، فده كويس قوي. هي اصلا بقى لها سنه بس وشويه يعني بدات بعد الجامعه على طول قعدت شويه تتمرن بعدين بدات في الموضوع ده. طب ليه رايك مثلا هنقارن التنس بالسكواش؟ يمكن السكواش احنا كسيدات عندنا يعني بطلات وصلوا للرانكينجز او الرانكينجز الاولى يعني فيرست رانكينجز، ففي عندك مثلا نور الشربيني، ليه في التنس مش ذا سيم او مش زي ايه اللي بينقص هنا مصر، خلينا نقول ايه اللي بينقص اللعبه علشان نقدر نوصل ل يعني بطولات ونبقى فيها مركز اول على العالم؟ والله هو الاتحاد بتاعنا مش بيساعدنا قوي يعني انا اختي مرة عشان يجي لها اللي هو اي يعني يجي لها اي دعم من الاتحاد، الموضوع ده بدا متاخر قوي يعني يعني انا اختي بعمل كل ده تقريبا لوحدها اللي هو مين احنا من غير دلوقتي، بس بدا بعد ما تروح الاولمبيكس بدا يجي لها دعم وكده، بس قبل كده ما كانش فيه خالص. عشان كده صعب يعني عشان التنس كمان لعبه مكلفه قوي،
فان انت توصل اللي هو عشان انت تبقي بروفيشنال تنس بلاير لازم تسافري وتلعبي بطولات في كل حته، ولازم كان يبقى معاكي مدرب، فانت بتدفعي كل ده، فهي مكلفه قوي. فهنا ما اعتقدش ان في اي حد قليل قوي اللي عنده الامكانيات ان هو يعني يوصل للحته دي، وكمان يبقى عنده الصبر اللي هو انا هوصل. يعني عايزينك تاخدينا كده ليومك في امريكا بيبقى عامل ازاي، شامل الدراسه والتمرين وحتى جزئيه البلاجر، يعني بتعملي ايه هناك وانت وانت والله يعني انا بصحى بيبقى عندي تمرين الساعه 6 الصبح ويت وبصحى طبعا بضرب الجزم بس يعني لو ما رحتش بتعاقب وبتاع، بس هو بلعب الشوز انا بامريكا بلعب الشوز لا بالجزم عادي والله المهم بتصحي وبتنزلي تروحي التمرين بتاعك، وبعدين بروح بخلص تمرين على 7 مثلا بروح افطر، وبعدين ببدا بقى كلاس بتاعتي، بعدين بعد كلاس بروح اتغدى، وبعدين بروح التمرين، وبعد التمرين على طول لازم اروح اعمل ريكفري، وبعدين بروح اتعشى، وبعدين بقى بذاكر شويه وانام. طب كويس ان انت فاكره المذاكره في وسط يعني مش دايما حطيته كده في النص مش دايما طيب داليا خليني اسالك، لان انا عايزاكي تبقي زي صوره او يعني قدوه للفتيات اللي هنا هتكلم البطلات او الناشئات حتى المصريات في سواء في النادي الاهلي او في غيره، ان انت تبقي زي كده مثال يحتذى بيه، بطلة صغيرة واصلة برضو لمنحة، بتلعبي تنس في دولة برضو التنس فيها يعني متقدم جدا، أمريكا طبعا من الدول المتقدمة جدا في التنس، طموحك قدام هل ممكن مثلا على سبيل المثال يعني حياتك الشخصية تأثر، تقولي مثلا أنا في سن معين لازم أتوقف، يعني هل الثقافة دي اللي موجودة عندنا إلى حد ما ممكن فعلا برضو تطبقيها، ولا الموضوع معاك هيبقى مختلف؟ لا ما اعتقد الموضوع معايا مختلف، عشان انا دلوقتي حاسه ان انا حاطه اكتر حاجه في دماغي، وبعدين الموضوع ده كان في دماغي من بدري، اصل انا طول حياتي تقريبا في ملعب التنس، يعني فمش حاسه اني هي مش قصه اللعبه، هي قصه ان انت عندك ديديكيشن، او ان انا دلوقتي ملتزمه تجاه اللعبه اللي انا بلعبها وعندي طموح فيها. فالبعض الثقافه العربيه يقول لك انا دلوقتي كفتاه انا لازم في سن معين هتوقف وغيره، الثقافه اللي هي موجوده للاسف لدى البعض، فعشان كده انا بسالك، عشان انت واضح ان الموضوع بالنسبه لك مختلف شويه، لا انت واخده الموضوع كمان احترافي، فعندك هدف هتوصلي له، فاي تحدي من هذا النوع ربما مش هياثر عليكي، فدي تبقى رساله ضمنيه للفتيات او الناشئات زي ما كنت بقول لك البطلات المصريات اللي احنا عايزينهم يكملوا، ما تاثرش هذه الثقافه عليهم. ممكن يعملوا الاثنين، يعني في لعبات كتير يعني مثلا انس جبور دي عربيه عادي متوفق بين الاثنين، وهي دلوقتي عامله كويس قوي، وماير اختي برضو، بس ماير الحقيقه يعني حياتها التنس بس، يعني احنا لازم نستضيف ميار يا كريم. داليا اتكلمت على ميار اكتر ما اتكلمت على نفسها. في ايدك وانت جايه لنا اهو، حتى تبقى العمليه بيت عندها ماتش دلوقتي يعني الساعه 10 ان شاء الله وانا معانا. لا لازم هتكون معانا. خلينا بس ناخد على التليفون دلوقتي دكتور خالد فاروق المدير الفني للتنس بالنادي الاهلي. يا دكتور صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا نهار، صباح الخير. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا داليا. كنت خالد المفاجاه دي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. يعني انا كنت بسال داليا يا دكتور خالد، يعني ليه احنا في مصر ما عندناش بطلات او مش واصلين لمستوى عالمي يعني زي السكواش على سبيل المثال، لو هنقارن بين سكواش سيدات وتنس سيدات، فحابه اعرف من حضرتك برضو. احنا حظنا في التنس انها صناعه اكبر شويه من السكواش، الاستثمارات اتحط فيها كبيره جدا، الجوائز كبيره جدا، المشاهده نسبه المشاهده الدول اللي بتلعبها، لو هتيجي بتبص للسكواش مثلا دوله او قاره زي امريكا يعني دوله كبيره جدا مش بتلعبه، اللعبه فيها مش منتشره قوي. التنس السكواش عشان كده الاستثمارات فيه قليله جدا. مصر كانت من الدول اللي بادئه السكواش من زمان مع دول الكومنولث زي باكستان والهند وانجلترا ونيوزيلندا، فاحنا لنا فيها خبره من زمان. لسه لغايه دلوقتي السكواش ما كبرش يبقى بحجم رياضه زي التنس ويبقى فيه الاستثمارات دي، فاحنا لسه مسيطرين عليه، لسه ما دخلش فيه اللي دخل في التنس من بيزنس وعلم وفتنس وتكنولوجي في المضارب والبطولات والكلام ده. رائع جدا. طيب بالنسبه لهنا داليا بقى يا دكتور خالد، يعني انا اولا لمسنا انا وكريم فيها ان هي صريحه جدا وفي شفافيه كده في الحديث، وهي كانت بتتكلم ان المذاكره شويه يمكن يعني مش واخده او ما فيش توازن بينها وبين التدريب، فيعني حضرتك برضو تنصحها كده، وانا عارف ان هي في امريكا حاليا بعيد مش في متناول ايدينا يعني، بس برضو نصيحه ليها. اتفضل يا دكتور.
داليا حاليا يعني الحمد لله بتلعب احسن تنس في حياتها. انا داليا كانت معايا في المنتخب ولما رجعت الاهلي موجوده معايا، حظي حلو انها معايا. حاليا هي متحمسه جدا، تلعب تنس كويس قوي. التنس بتاع الجامعات في امريكا ساعدها انها يبقى عندها هدف وتنظم وقتها، حتى في فتره الكورونا انا لسه كنت بقول لها يعني من اكتر الناس اللي بيتمرنوا واكتر الناس اللي عندها هدف ودافع في الفتره دي، يعني هي عارفه عايزه تعمل ايه. جميل. طيب يا دكتور، يعني برضو كيفية الاستفادة من اللاعبات المصريات المحترفات في الخارج وخصوصا في دول متقدمة في اللعبة زي أمريكا؟ يعني هل مثلا بيبقى في تواصل من خلالهم مع جهات معينة معنية بعالم التنس في أمريكا، الاستفادة من الخبرات الأمريكية، استخدام أي تقنيات جديدة في اللعبة؟ بص حضرتك، معظم الدول المتقدمة في التنس ما عندهاش فراغات كبيرة بين الأجيال. يعني انا كنت في بطوله العالم مثلا في التشيك، النادي فيه ابطال من ايام مارتينا نافراتيلوفا لغايه مارتينا هينجز لغايه دلوقتي. فانت ده جيل. انا ده دكتور الاسماء اللي حضرتك بتقول، انا كنت بتفرج على مباريات. طب عارف حضرتك الستارز بتاعت هوليوود كده اللي بتلاقيها على الارض بتاعت اسامي اللعيبه، ده هم اللي مهدوا الطريق لنجوميه التنس على فكره، الاسماء اللي حضرتك قلتها دي بالظبط. فبقول لحضرتك الموضوع بيبقى سهل قوي هناك، ان انا بنت عندي 13 سنه اللي عندها 18 سنه كسبت مثلا بطوله عالم ناشئين، واللي عندها 20 سنه بتكسب في الكبار، فالطريق مرسوم قدامها، عارفه السنه الجايه هعمل ايه، ولو عملت احسن من كده يبقى فرصي احسن من مارتينا هينجز، لو عملت اقل من كده يبقى انا هعمل انجاز اقل شويه. وده نفس الكلام بيبقى واضح للمستثمر وللاتحاد والسبونسرز، بيبقى الموضوع مش سمك في ميه كده، الواحد بيبقى عارف طريقه. الدول اللي عندنا بتبقى في فترات ما فيهاش ابطال طويله جدا، فاللعيبه مش عارفه تعمل ايه وراها ايه ويلعب بطولات ايه وهو كده ماشي كويس ولا لا. فكره سبونسر شيب يعني حضرتك ذكرتها اكتر من مره في نفس المكالمه، يعني واضح ان فعلا ليها ثقل كبير جدا في يعني تدعيم اللعبه. بص عيله داليا دي اكبر مثل، يعني انت عندك عيله فيها اربع بنات من منتخب مصر، من احسن ناس لعبوا في مصر وفي العرب في الفتره اللي فاتت. البنات عندهم دافع، هي ما عندهاش شك هتعمل ايه، عارفه الطريق بالظبط وعارفه هتعمل ايه بعد كده عشان تبقى احسن، وايه اللي ما ينفعش يتعمل وايه اللي يتعمل. فالموضوع واضح جدا. في ناس ثانيه كتير في مصر مش عارف الطريق، مش عارف يعمل ايه، يعني هو بيسعى بالظبط مش عارف يسعى في اي اتجاه. طيب دكتور خالد، انا يعني اسمح لي بس هروح مع حضرتك لنقطتين بس سريعا جدا. النقطه الاولى استكمالا لقصه السبونسرشيب، فعلا انا لو حضرتك برضو تصلح لي او تاكد كلامي، احنا للاسف ثقافه السبونسرز مش بتبقى عندنا في الالعاب الفرديه بشكل كبير، يعني للاسف غير او مقارنه بدول اخرى اوروبيه او امريكا، لا بيبقى في ممكن سبونسر للاعب بحد ذاته في الالعاب الفرديه كتيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اعرف من حضرتك برضو سريعا، الفترة اللي جاية البطولات ايه الخاصة بالنادي الاهلي يعني فيما يختص هنا بالتنس؟ اتفضل يا دكتور. بص حضرتك، هي لعبة مكلفة اللي احنا بنلعبها، طبعا السبونسر بيبقى ليه دور. المشكلة ان احنا لسه ما لقيناش في مصر المعادلة اللي تخلي السبونسر يبقى عنده زي ما بيقولوا ريتيرن على الانفستمنت بتاعه، يبقى عارف انه هيحط الفلوس دي في مقابل ايه. هياخد بيها اكسبوجر، هياخد بيها اعلان، هياخد بيها دور مجتمعي، احنا مش عارفين نبيع له القصة بالظبط، وهو مش قادر يدخل المجال بتاعنا، انا مش عارف احنا بنوعده بايه. فمعظم الحالات بتحصل حالات فرديه كده، وبتبقى يعني زي نوع من انواع التطوع منه يعني، لكن الموضوع بره منظم جدا، الراجل عارف بيحط فلوسه هنا ليه عشان يعمل ايه، وساعات بيكسب منها، مش بتبقى بس دور مجتمعي يعني. تمام. وده بيساعد اللاعب طبعا، يعني احنا اللعبه بتاعتنا بيسموها تور، يعني الولاد بتلف طول السنه، هو مش قاعد في مكان واحد، فمكلفه جدا. وهو مش فريق، هو بيضطر يسافر لوحده وهو اللي بيدفعه، وهو ده هو بيشغل معاه فريق، يعني بيشغل معاه 4 5 6 على الاقل بيسافروا معاه المفروض يعني. وفيما يختص في البطولات القادمه يا فندم برضو نعرف من حضرتك. احنا دلوقتي يعني الحمد لله الاتحادات الدوليه والمنظمات الدوليه في التنس ابتدت تخرج من الازمه بتاعت الكورونا، وابتدت تلاقي حلول، علشان حضرتك انت عارفه احنا عندنا نظام نقط وترتيب بالاسبوع. فالفتره التوقف ال5 6 اشهر دي عملت مشاكل كتيره جدا. طبعا. احنا هنرجع الرانك ازاي، والولاد هتلعب البطولات ازاي، وفي مشاكل تانية بقى، ان انا لو جيت العب البطوله واتصبت انا ممكن اصيب الباقيين، فلازم ابطل. طب لو بطلت البطوله دي هخسر نقط. فالموضوع بيلاقوا له حلول، طبعا لسه مش بيرفكت، بس لسه اللعيبه بتشتكي في اليو اس اوبن من
ان الموضوع مش عادل قوي مثلا، يعني لو واحد انسحب مثلا في البطوله دلوقتي ما بيجيبوش واحد تاني من بره، لان الموضوع عشان نجيب واحد جديد علينا لسه هنعمل له فحوصات وكشوفات ونقعده معانا وبتاع، فبيضطروا ياخدوا واحد مثلا من لعيبه الدبل، بيعملوا حلول جديده كده عشان يحلوا الموضوع، فالموضوع لسه ما استقرش، بس هو على الاقل العجله ابتدت تدور يعني. جميل. طيب اخيرا سؤال اخير لحضرتك يا دكتور بعد اذنك، قطاع الناشئين وفكره ان يكون عندنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي مصنع لتفريخ ابطال وبطلات يعني جداد في اللعبه، على هذا الصعيد ايه الاخبار؟ بص حضرتك احنا في وقت مناسب جدا دلوقتي، ان في اكسبوجر كويس، في بطله زي ميار في النادي الاهلي وفي مصر هتلعب اولمبياد ان شاء الله السنه الجايه ومعاها محمد صفوت، فاسمهم بيتقال، محمد صفوت لسه لاعب اليو اس اوبن دلوقتي، ميار حاليا بتلعب ماتش تتراه، انا بطمن ده ليها، هي كانت 6 اول قبل ما نتكلم في الفيرست، فالولاد والبنات شايفينهم والاهالي شايفاهم، بقى في شويه اكسبوجر، ففرصه كويسه قوي ان احنا يبقى في بنات وولاد كتير عندهم الدافع ده، او فاضل بقى ان احنا كانديه وكاتحادات نبقى جاهزين ان احنا نديهم الاكسبيرينس والنوها، وبدل ما نسيب الولاد والاهالي كل واحد يمشي في اتجاهه ونتفرج عليه بعد 7-8 سنين المجهود والاستثمار والفلوس وما وصلش. احنا عايزين بس نوصل باللاعبين واللاعبات التنس المصريين زي ما كنا نهاوند بتقول من شويه، فكره فعلا ان مفيش تكافؤ قوي بين نجوميه اللاعبين المصريين في عالم السكواش بالمقارنه بعالم التنس، فنتمنى ان الموازنه دي تتحقق عن قريب ان شاء الله نتيجه مجهوداتكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. نرجع بقى لبطلتنا، نرجع لداليا. بص يا داليا احنا حاطين امال عليكي، انت بقى تبقي من اوائل المصريات اللي ان شاء الله يرفعوا كمان اسم مصر عالي، وعايزين نشوفك كده بتنافسي بطلات يعني عظيمات جدا. احنا في نهايه الفقره بقى عايزينك تقولي حاجه لجمهور الاهلي، هرجعك تاني للاهلي. التنس يعني ولا جمهور عامه؟ لا جمهور الاهلي اللي انت عارفه ان هو دايما كده بيبقى في يعني عيله اي لاعب او اي بطل بيلعب في النادي الاهلي، ودي حاجه حقيقيه على كل او كل مستوى الرياضات المختلفه. لو مش عايزه تقولي ما تقوليش على فكره. هو كنت امريكا غيرتك، هو امريكا غيرتك، امريكا غيرتك يا مش دي داليا بتاعت السعوديه؟ فين الكلام ده؟ والله عم لا حاول افكر بس مش لاقي حاجه ولا. طب اقول لك حاجه، دحرج التماسي، ايه رايك في الحل ده؟ ماشي ده عملت كده فعلا. بشكرك يا انت نورتينا، وبنتمنى لك يا رب كل الحظ اللي في الدنيا الفتره الجايه باذن الرحمن، وان شاء الله تبقي واحده من الاسباب اللي يعني نشوف من خلالها عالم مصر بيرتفع بقى في المحافل الدوليه وخصوصا الاولمبياد، سمعنا ان انت داخله فيها ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا نورتينا. شكرا. اتفضل خير. فضت خير. طب نقول قبل الفاصل، يلا قول. نقول قبل الفاصل وننوه ان الفقره اللي جايه دي هتبقى الفقره الاخيره، بس احنا هنقعد مع بعض شويه علشان معانا اخصائي التغذيه دكتور رامي، وزي ما كنت بقول لحضراتكم ابعتوا لنا من دلوقتي اي استشاره تغذيه، استشاره عن مثلا مرض عند حضرتك معين عايز تعرف افضل الاكلات او غيره، اي استشاره عايزينها، اي تساؤل ابعتوا لنا واحنا هنحاول نجاوب على كل الاسئله ان شاء الله. خليكم معانا.